أستاذ بشير، مساء الخير. مساء النور ست ليلى، إن شاء الله ما في شي مشكلة. ما تأخذني عم بحكيك بهيدا الوقت، بس ولا يهمك ست ليلى، تفضلي عم بسمعك. بدي منك تحضر لي ورقة تنازل عن حقوقها لسوريا ممضية من فارس، بتجي لعندي بكرة على المكتب هون بالقصر. بلك شو تعمل. باي. بونجور. بونجور. صباح الخير. صباح النور. كيف الماما اليوم؟ شو كيفني؟ الحمد لله على هوا هالايام. بونجور. بونجور. شو فارس وسوريا بعدهم نايمين؟ لا، فارس وسوريا ما سربوا من امبارح. يلا تفضلوا، خلونا نبلش أكل. ست ليلى، وصل المحامي. ماما، صاير شي ما بنعرفه يعني؟ لا ماما ماشي، بس في شغلة إنوني حابة استشيره فيها. قالوا لي ينطني بالمكتب أنا جاية.